طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع 13، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. أبدأ بذكر الأهداف. يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة، يبين المرادفات المفردات الجديدة، ويتعرف على ضمائر الغائب، ويتعرف على الفاعل. بداية عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة النص الكرة الطائرة وملعبها. يتبارى في الكرة الطائرة فريقان يتألف كل منهما من 6 لاعبين أساسيين و6 لاعبين احتياطيين. يبدأ اللعب بالإرسال، فيوجه أحد أعضاء الفريق الكرة فوق شبكة عالية تتوسط الملعب، ويرد لاعب الفريق الخصم الكرة مستعملين الأيدي والأذرع، ويحق لهم 3 ضربات على الأكثر قبل إعادتها من فوق الشبكة إلى الجهة المقابلة، وكذلك يفعل الفريق الآخر عندما تعود إليه الكرة، ويستمر اللعب ما دام اللاعبون يتقاذفون الكرة في الفضاء من جهة إلى جهة في الملعب. يربح أحد الفريقين نقطة عندما يعجز خصمه عن رد الكرة، ويربح الشوط الفريق الذي ينال 25 نقطة شرط أن لا تزيد نقاط خصمه عن 23. أما رابح المباراة فهو الفريق الذي يكسب 3 أشواط من 5. ملعب الكرة الطائرة مستطيل، طوله 18 مترا وعرضه 9 أمتار. تعلو شبكة من الحبال الرفيعة خط الوسط الذي يقسم الملعب إلى مربعين، ويمر في كل مربع على بعد 3 أمتار عن خط الوسط خط يسمى خط الهجوم، ويحده من الطرف الخلفي الخط النهائي. نسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم وخط الوسط المنطقة الأمامية، ونسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم والخط النهائي المنطقة الخلفية، ويحيط بالملعب من كل جوانبه منطقة بعمق 3 أمتار تعرف بالمنطقة الحرة، ويكون الإرسال على طول الخط النهائي من الجهتين. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل للإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص. بعد ذلك يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة والتي بعنوان ضمائر الغائب. وضمائر الغائب هو، هي، هم، هن، هما. هو تستخدم للغائب المفرد المذكر، وهي تستخدم للغائبة المفرد المؤنث، وهم تستخدم للجمع المذكر، وهن تستخدم للجمع المؤنث، وهما تستخدم ل المثنى المذكر والمثنى المؤنث. بعد ذلك يا عزيزي الطالب سوف ننتقل للإجابة عن التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 2. ثم ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب لمراجعة القاعدة النحوية والتي بعنوان الفاعل. والفاعل كما قلنا هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية، ولا يتم المعنى إلا به، ولكل فعل لابد أن يكون فاعل حتى تتم معنى الجملة. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل للإجابة عن التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 2. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سنقوم بكتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك دائما مراعاة معايير الكتابة الإملائية حتى لا تقع عزيزي في الأخطاء، ودائما عليك مراجعة ما تم إعطاؤه سابقا من القواعد الإملائية. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سنقوم باختبار قراءة جهرية، لذلك عليك عزيزي الطالب أن تقوم بقراءة النص قراءة جهرية معبرة مراعيا فيها معايير القراءة الجهرية حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. ثم عزيزي الطالب أيضا في هذا الأسبوع سوف نجيب عن العديد من الأوراق العمل الخاصة بالقواعد النحوية التي سوف نتطرق إليها في هذا الأسبوع، كالفاعل وكقاعدة الفاعل وضمائر الغائب وقاعدة المفعول به. إلى هنا
عزيزي الطالب، أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة.